السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مساء الورد على عيون السادة المشاهدين، مشاهدي شبكة تلفزيون النهار. حلقة جديدة من حلقات آخر النهار مع تامر أمين، حلقة يوم الثلاث الموافق 17 ديسمبر 2019 من الميلاد. أيام بتجري بسرعة وخلاص، كل سنة حضراتكم طيبين. فاضل بالتمام والكمال أسبوعين 14 يوم على بداية العام الميلادي الجديد، اللي حتى اسمه حلو، شكله حلو، أرقامه حلوة، تركيبته حلوة، سنة 2020. الشكل حلو ويا رب يكون المضمون كمان حلو، لأن في كتير من الأحيان الأشكال بتبقى حلوة لكن لما تيجي تخش في المضمون تخبط في الحيطة. لكن إن شاء الله إن شاء الله ربنا يكتب لنا جميعا كل الخير. النهاردة خلص منذ قليل، وعشان كده احنا طالعين متأخرين لحضراتكم، خلص منذ قليل العرس أو الاحتفالية أو الفرح الشبابي الكبير، الحدث الشبابي الأهم على مستوى العالم، وهو منتدى شباب العالم في شرم الشيخ. واختتم الرئيس عبد الفتاح السيسي فعالياته في حوالي الساعة 8:00، أي قبل ساعة من الآن. وقبل ما أكلمكم عن المنتدى وختام المنتدى وفعاليات المنتدى وتوصيات المنتدى، عايز أكلمكم عن عروس المنتدى. وأنا ما زلت مصر على كلامي اللي أنا قلته امبارح، وعمل حالة من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي، وفي ناس كتير طبعا، في ناس خدته بهزار وفي ناس خدته بجد، واللي خده بالهزار واللي خده بجد أنا يعني سعيد بردود الأفعال في كل الأحوال. لكن أنا مصر على كلامي. أنا امبارح تقدمت لخطبة عروسة المنتدى. امبارح أنا تقدمت على الهوى لخطبة والارتباط بواحدة على الهوى هنا. وعشان الكلام ما كانش واضح قوي فأنا هخليه دلوقتي واضح لا لبس فيه. هذه السيدة اللي حضراتكم شايفينها دلوقتي بقول لها بمنتهى الوضوح، تتجوزيني يا صوفيا؟ هما بيعملوها ازاي؟ بيعملوها نزول على ركبة ونص كده زي الافلام الاجنبي، صح؟ بينزلوها على ركبة ونص وبعدين بيقوم عاملينها كده بيقول لها would you please marry me؟ اذا كانت هي صوفيا بتعرفش تكلم غير انجليزي، يعني كلمها انجليزي فاش حاجة خالص. would you please marry me صوفيا؟ ليه بقى الجواز بصوفيا مهم؟ الجواز بصوفيا مهم جدا جدا اليومين دول جدا، لانك زي ما انا قلت لكم امبارح بترتبط بالعصر اللي جاي، لانك بتحط نفسك مع الناس اللي رايحه مش الناس اللي راحت. الناس اللي رايحه للمستقبل، للتقدم، للرفاهيه، للرخاء، للاستقرار، للازدهار، للتقدم، للتكنولوجيا، كل الحاجات الحلوه دي. لما تحط ايدك في ايد صوفيا طبعا هتلاقيها ناشفه شويه انا عارف، بس في النهايه اما تحط ايدك في ايد صوفيا يبقى انت بترتبط بالبحث العلمي اللي احنا قلنا عليه وبنقول عليه طول الوقت ان هو المفتاح لكل الابواب السحريه للتقدم والازدهار. وان احنا كدول عربيه لما اهملنا في سنوات وعقود ماضيه البحث العلمي والتكنولوجيا، وللاسف كانت في كتير من الانظمه والحكومات في مصر معتبرين البحث العلمي والتكنولوجيا رفاهيه. يعني شوف العالم الفاضيه اللي بره اللي قاعده بتشتغل على النت وبتشتغل على اختراع انسان الي، وقال ايه عايزين يطلعوا بالروبوتات يطلعوا القمر ومش عارف ايه. الناس الفاضيه دي مش شوف اكل عيشنا هنا، الزيت والسكر والسمنه وبتاع، للاسف الشديد. ففضلنا احنا في الزيت والسكر والسمنه لحد ما الدنيا كلها بقت سمنه وهم طلعوا القمر واخترعوا الانسان الالي. مش رفاهية، اخترعوا الانسان الالي لانه زي ما قالت صوفيا امبارح في المنتدى، انا يعني الكلام على لسان صوفيا، انا هقدر اعمل بعد كده اللي الانسان مش هيقدر يعمله. انا هشتغل في ظروف صعبة وفي ظروف قاسية، وهشتغل في الزراعة وهشتغل في الصناعة وهعمل ابتكار، يعني في النهاية هتبقى بدلنا. فالقصة هنا قصة متعلقة بقرار حضرتك ان احنا نتكلم لغة العصر ونروح نحو التكنولوجيا ونرتبط بصوفيا، ولا نعتبر صوفيا دي حاجة كده إليين يعني كائن فضائي خارق كده ملناش دعوة بيه، ونفضل عايشين في حياتنا نضرب أخماس في أسداس، فبالتالي نفضل محلك سر. أنا وأعوذ بالله من كلمة أنا العبد الفقير الله الله تامر أمين قرر إنه يرتبط بصوفيا.
تتجوزيني يا صوفيا، ترجموا لها وبلغوها وانا مستني ردها. مهرها عندي، مهرها عندي ومؤخرها، رغم ان انا مش ناوي اطلقها يعني. بس هو السؤال المهم دلوقتي انها هتتحسب في الاربعة ولا لا، مش عارف يعني. انا متجوز واحدة، لو جوز صوفيا كده هيبقوا اتنين ويبقى فاضل لي اتنين في الاربعة، مثنى وثلاث ورباع، ولا ما تتحسبش صوفيا باعتبارها حديد؟ مش عارف، مش عارف. بس في النهاية هي لازم تتحسب في الاتجاه بتاعنا كلنا. عشان كده انا امبارح اتكلمت كتير عن جلسة الذكاء الاصطناعي، واذا كانت صوفيا دي هي السيمبل او الرمز دلوقتي بتاع الذكاء الاصطناعي، فكلنا كلنا لازم نرتبط بصوفيا. على رأي المسلسل القديم بتاع زمان، من الذي لا يحب فاطمة، لازم يتغير الاسم دلوقتي الى من الذي لا يحب صوفيا. حبينا صوفيا عشان نتقدم كمان ونبقى في صفوف الناس اللي بتشتغل بلغة التكنولوجيا، مش باللغات القديمة التي عفى عليها الزمن. الفعاليات اختتمت، والحالة البهجة، انا في رأيي يعني حالة البهجة اللي كانت مبتسمة على وشوش الالاف من الشباب اللي كانوا موجودين في شرم الشيخ على مدار الاربع ايام اللي فاتوا، هي دي رسالة، هي دي النتيجة المباشرة لما تنظمه مصر من هذا المنتدى في نسخته او في دورته الثالثة. المنتدى اللي اختتم ده منتدى شباب العالم في دورته الثالثة، ثالث مرة يتعمل، والحقيقة كل مرة بيكبر، كل مرة بينضج، وكل مرة مستوى التفاهم ومستوى الاتصال ومستوى الحوار سواء ما بين الشباب والشباب او ما بين الشباب والرئيس او المسؤولين، الحقيقة بيوصل لاعلى درجاته. كفاية بقول لحضراتكم علامات الفرحة والارتياح والبهجة اللي مرتسمة على وشوش كل شباب العالم، سواء المصري او الشباب الافريقي والاسيوي والاوروبي والامريكي اللي كانوا ضيوفنا ومشرفينا على مدار ايام الاربعة. والرسالة الاكبر انه مصر هي اللي تقدر تعمل ده، هي اللي عندها التوليفة بتاعت رسالة السلام مع رسالة المحبة مع رسالة الشباب مع رسالة التواصل مع رسالة الحوار. التوليفة دي مصرية بامتياز، عشان كده عملناها ونجحنا فيها وابهرنا العالم فيها كمان. بس قبل ما نتكلم عن ابهار العالم وردود الافعال، تعالوا احنا معانا التوصيات ولا لسه؟ طيب خلينا ناخد التقرير التاني. جاهز؟ طيب بتاع ردود الافعال اعتقد موجود. تعال نشوف ردود الافعال، لان الحقيقة سواء الشباب اللي حضروا في المنتدى او الشباب اللي تابع المنتدى من كل دول العالم وكان غيور على انه يتابع وكمان يبقى موجود، اعتقد انه ده يستحق الاشادة، ودي اكبر تسويق ودعاية لمصر مجانية. كفاية ان العالم كله كان بيتكلم عن ان مصر عاصمة شباب العالم على مدار اربع ايام. ردود أفعال واسعة من رواد مواقع التواصل الاجتماعي وردود أفعال محلية وعالمية وإقليمية تلقاها منتدى شباب العالم 2019 الذي انعقد في مدينة شرم الشيخ في الفترة من 14 وحتى 17 من ديسمبر الجاري، بمشاركة ما يقرب من 7000 مشارك من جميع أنحاء العالم في 24 جلسة و14 ورشة عمل تقام داخل 9 قاعات في مركز المؤتمرات الدولية. ردود أفعال كان أولها من الرئيس عبد الفتاح السيسي الذي أعرب على صفحته الشخصية على الفيسبوك عن سعادته بالمشاركة في ماراثون يجمع بين مختلف شباب العالم في مدينة السلام شرم الشيخ على هامش فعاليات النسخة الثالثة من المنتدى، فيما أكدت السيدة انتصار السيسي قرينة الرئيس أن منتدى شباب العالم قدم تصميماً متميزاً للمتحف الداخلي الذي يعكس الحضارات السبع المكونة للشخصية المصرية. وأكد خبراء ونواب أن المنتدى يؤكد أن مصر بلد الأمن والتعايش السلمي بين الشعوب ومواجهة التطرف، لافتين إلى أن المنتدى رسالة للعالم بجو الاستقرار والأمن والتحضر في بلد الكنانة.
فيما أشاد كثيرون على السوشيال ميديا بالتنظيم المتميز الذي لا يترك مجالاً للأخطاء والجلسات المتميزة التي تلبي شغف الشباب في العلم والتي تواكب أيضاً العصر الحديث والتكنولوجيا. فيما أعرب آخرون أن تنظيم مصر لمنتدى شباب العالم في نسخته الثالثة حدث يشرف كل العرب، بينما أعرب الشباب المصريون أنفسهم أن المنتدى والسياسات الحديثة الأخرى كانت بمثابة تغير من أن يتم تجاهلهم من قبل الحكومات السابقة والآن يتم الاستماع إليهم. فتواصلت ردود الأفعال المشيدة بمنتدى شباب العالم، وأصدرت الهيئة العامة للاستعلامات بياناً صحفياً رصدت فيه ردود الأفعال الدولية والإقليمية على الحدث الأبرز في مصر حالياً وهو منتدى الشباب. وسلطت الصحف العربية الضوء على تأكيد الرئيس السيسي على عدم وجود معسكرات لإيواء اللاجئين على الأراضي المصرية، ويعد اللاجئون ضيوفاً أياً كان عددهم ويعاملون أفضل معاملة. فيما ركزت الصحف الأوروبية على تصريحات رئيس السيسي بأن الإرهاب أصبح وسيلة تستخدم في ظل التطور الحادث والجيل الجديد من الحروب لتحقيق أهداف سياسية لأنه أقل تكلفة. إسراء سعد، آخر النهار. أهلا بحضراتكم، عدنا بعد الفاصل. من أهم الحاجات اللي احنا خرجنا بيها من منتدى شباب العالم إنه في رسائل، ما هو خدوا بالكم الاجتماع والألاف من الشباب اللي حاضرين مع المستويات اللي حاصلة من المسؤولين مع تواجد رئيس الجمهورية مش مجرد للقاء والحوار بس، ما هو إذا لم نستفد ونخرج بتوصيات ونخرج بملفات وأجندات كبرنامج عمل نشتغل عليه الفترة اللي جاية يبقى احنا ضيعنا وقتنا. عشان كده أنا ببقى يعني سعيد إنه بيحصل متابعة لما يحدث في المنتدى سواء من أفكار أو اقتراحات أو خطط، والتوصيات اللي بتطلع بيتم عمل لجان للمتابعة والتنفيذ والتطبيق. ورئيس الجمهورية الميزة إنه بعد شوية يقول لهم ها إيه اللي حصل في التوصيات وإيه اللي لسه مخلص، إيه اللي اتطبق وإيه العثرات اللي قدامكم عشان نحلها عشان يبقى في استفادة. أعتقد إن أهم استفادة زي ما أنا كلمتكم من شوية فكرة البحث العلمي والتكنولوجيا، خصوصا الرئيس عبد الفتاح السيسي في تصريحاته خلال المنتدى أو حتى في التوصيات اللي ألقاها في ختام فعاليات المنتدى ركز جدا على فكرة التكنولوجيا. وبما أن المنتدى منتدى شباب يبقى يجب الربط ما بين الشباب والتكنولوجيا، وهي دي في الذكاء اللي قاله السيد الرئيس في واحدة من أهم التوصيات للمنتدى، أنه يجب تأهيل الشباب لدخول عصر التكنولوجيا، تكنولوجيا المعلومات والبحث العلمي بشكل يجعلهم جاهزين مش بس لاستيعابها. استيعاب التكنولوجيا في رأيي مرحلة لابد ان احنا نتجاوزها. المرحلة اللي جاية بالنسبة للشباب المصري هو مرحلة المشاركة، صنع القرار ومحاولة الابداع والابتكار في التكنولوجيا. يبقى احنا صانعي تكنولوجيا، مبدعي تكنولوجيا، عندنا الحاجة اللي كان الغرب طول الوقت بيتفوق ويتميز بها علينا في السنوات الماضية وهي حاجة اسمها النو هاو. هم عندهم النو هاو واحنا بس بنستوردها كمنتج نهائي. آن الأوان ان يبقى عندنا النو هاو العربي او النو هاو الافريقي وطبعا النو هاو المصري. عشان كده شبابنا لازم يدخل هذا العصر بأفق جديد، بفكر مختلف، بصدور فهمة ومرحبة وتواقة لفكرة البحث العلمي والتكنولوجيا باعتباره البديل الوحيد للعمل وللتقدم، الوحيد، مفيش بديل تاني، مفيش اوبشن تاني. عشان كده مهم جدا ان الآلية دي او التوصية دي يتم العمل عليها ويتم عمل، انا ده رأيي بقى، ان وزارة التعليم العالي والدولة البحث العلمي مع كل مؤسسات الدولة تبقى معنية جدا في مركز بحث علمي مرتبط بكل هيئة أو جهة أو مصلحة. وفي رأيي كمان المتواضع أنه من شروط الاستثمار أنه الدولة تشترط على أي مستثمر عايز رخصة مصنع، رخصة شركة، رخصة كذا، أن يبقى في مركز بحثي تابع للمنشأة دي. بالأمر
ما زكاه الناس مش هتبقى عارفه مصلحتها، لا ده احنا نخليها تعمل مصلحتها بالامر طالما الهدف هو المصلحه العامه ليه وللدوله. كتير من اصحاب رؤوس الاموال، كتير من اصحاب الاعمال للاسف بيعتبروا ان الانفاق في البحث العلمي صرف او طرف او اوبشن او فلوس مصروفه بلا عائد، وده الحقيقه كلام ساذج ونظره قاصره جدا جدا جدا. الجنيه اللي بتصرفه في البحث العلمي هو المؤكد انه هيعود عليك بعشرة، لانه هيوفر لك في النفقات وهيوفر لك في الهادر وهيعظم لك الفايدة والربح من خلال الانتاج. واحنا مش هنخترع العجلة، كل دول العالم بتعمل كده. الدول الكبيرة في العالم حتى على مستوى ميزانياتها في دول بتحط 10 و11 و12%، 10 و11 و12% في البحث العلمي. احنا لسه مش عارفين نجيب 1%، مش عارفين نجيب لسه 1%. فالقصة انه انتبهوا، البحث العلمي ليس اوبشن وليس طرفا، اصل في التقدم والانتاج. واحدة تانية من التوصيات المهمة جدا جدا اللي اتكلم عنها الرئيس بما ان المنتدى للشباب، ادوا مفاتيح القيادة للشباب وما تقلقوش. ودي قصة مهمة قوي قوي، ولازم تيجي فعلا من اكبر رأس في الدولة ومن القيادة السياسية. كتير من الجهابذة اللي حكموا الفترات اللي فاتت سواء كانوا مسؤولين او وزراء او حتى رؤساء حكومات او ما الى ذلك، كان طول الوقت حجتهم في الحفاظ على كراسيهم فكرة ان الشباب عديم الخبرة، وان الشباب مش مؤهل، وان الشباب مش جاهز، وان الشباب ينقصوا كذا وكذا وكذا وكذا. وكان طول الوقت دي اللبانة اللي في بقهم اللي حرمت شباب كتير واكفاء، مش اكفاء طبعا، اكفاء كثر ان هم يتولوا القيادة في وقت كانت مصر محتاجة تغير دمائها، تجدد دمائها، تضخ دماء جديدة وشابة وحيوية في شرايينها اللي ترهلت لعقود طويلة جدا. وزي ما احنا كنا بنتنضر ان نلاقي وزير بره في اوروبا عنده 30 سنة ونلاقي رئيس وزراء عنده 40 سنة، عادي عادي، بره ما بيتقالش عليه عيل صغير، بيتقالش ده شاب جاي يجرب فينا ولا يتعلم فينا، ده وثقوا فيه واعطوه مفاتيح القيادة وبيدير دولة بحجم فرنسا ولا بحجم انجلترا ولا بحجم سويسرا ولا 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 ولا. واحنا فاكرين اوباما لما مسك امريكا كان عنده حاجة واربعين سنة، اوباما رئيس اكبر دولة في العالم من حيث الاقتصاد والمساحة و كان عنده ساعتها حاجة واربعين سنة. ده انا بكلمكم على رئيس، فما بالكم بقى على مستوى رئيس الوزراء ولا الوزراء ولا المحافظين وما الى ذلك. وعشان الرئيس قبل ما يقول الكلام ده، ودي حاجة بتعجبني جدا جدا في السيد الرئيس الحقيقة، انه الرئيس السيسي بيطبق قبل ما يقول، يفعل قبل ما يعلن. بيقول ادوا مفاتيح القيادة، في ناس هترد تقول لك اه ده كلام مرسل، لا، قبلها على طول من حوالي شهر او ثلاث اسابيع كان عندنا لو تفتكروا حركة محافظين. حركة المحافظين دي كان عنوانها التشبيب، عنوان الحركة كده اختصارا التشبيب. التشبيب يعني ضخ الشباب في المناصب، سواء في مجموعة من المحافظين نفسهم اللي سنهم صغير مش كبير، ثم طبعا في نواب المحافظين اللي كلهم من الشباب صغير السن كثير الخبرة وكثير الطاقات والفرص والإمكانات. هي الفكرة في كده، الفكرة انه اديهم الفرصة، خصوصا ان انت طول الوقت اللي فات الفرص البسيطة اللي خدوها استثمروها وابدعوا واقتنصوا الفرصة وانجزوا. كمل بقى وما تخافش، كمل وما تخافش. تعالوا نسمع ابرز ما قاله الرئيس عبد الفتاح السيسي من توصيات في ختام منتدى الشباب. اولا، قيام ادارة المنتدى باتخاذ الاجراءات اللازمة نحو عقد شراكات مع المنتديات العالمية المهتمة بالشباب وقضاياهم، بما يثري حالة الحوار البناء بين شباب العالم اجمع.
ثانيا قيام الأكاديمية الوطنية لتدريب وتأهيل الشباب بالبدء في إجراءات إنشاء مركز إقليمي للذكاء الاصطناعي يهدف إلى الارتقاء بأساليب الاستخدام الذكاء الاصطناعي من أجل تنفيذ أهداف التنمية المستدامة وإعادة بناء القدرات للتغلب على التحولات المتوقعة في سوق العمل. ثالثا قيام إدارة المنتدى بإطلاق مسابقة للأفلام الوثائقية على مستوى شباب العالم. تستند إلى اختيار هدف من أهداف التنمية المستدامة والتفكير في سبل تحقيقه أخذا في الاعتبار الظروف المحيطة بكل دولة. رابعا تكليف وزارة الهجرة وشؤون المصريين بالخارج بالتنسيق مع الجهات المعنية وإدارة منتدى شباب العالم بإطلاق مبادرة بعنوان مراكب النجاة للتوعية بمخاطر الهجرة غير الشرعية على الشواطئ المصدرة للهجرة. خامسا تدشين حملة 100 كلمة حول السلام على موقع المنتدى بغرض تعزيز ودعم قيم السلام حول العالم لبث رسائل الوحدة والتعايش السلمي بين البشر. سادسا قيام إدارة منتدى شباب العالم بالتنسيق مع وزارة الخارجية ومنظمة الاتحاد من أجل المتوسط بالعمل على إطلاق ملتقى شباب المتوسط بهدف معالجة التحديات التي تواجه دول المتوسط ودعم أفضل الأفكار والتجارب لشباب المنطقة وبحث إمكانية إنشاء منطقة أورو متوسطية للتعليم العالي والعلوم بمدينة العالمين الجديدة. تبني منتدى شباب العالم في نسخته الرابعة 2020 استراتيجية التعامل مع التطورات التكنولوجية للثورة الصناعية الرابعة وبما يخدم تطلعات شباب العالم وتحقيق الاستفادة من جميع مجالاتها. ثامنا تكليف اللجنة المنظمة لمنتدى شباب العالم من خلال مؤسسة النصب التذكاري لإحياء الإنسانية بإنشاء مركز دولي يهدف إلى دمج الشباب والفئات المتضررة في برامج إعادة إعمار الدول ما بعد النزاعات ومساعدة الدول المتضررة بالإضافة إلى دمج المجتمع المدني في بناء المجتمعات. تاسعا تكليف وزارة الخارجية المصرية بالتنسيق مع الوزارات والأجهزة المعنية بالدولة والمنظمات والمؤسسات الإفريقية والدولية لتعزيز العمل الإفريقي المشترك في مجال الأمن الغذائي بهدف صياغة سياسات محددة لتحقيق الأمن الغذائي في الدول الإفريقية وتوفير شراكات عالمية لنقل التكنولوجيا الحديثة في مجال الإنتاج الزراعي إلى إفريقيا ورفع درجة الوعي في المجتمعات الإفريقية فيما يتعلق بالاستغلال الأمثل للموارد الغذائية المتاحة وتقليل الفاقد منها. عاشرا تكليف إدارة منتدى شباب العالم بالتنسيق مع وزارتي الخارجية والري بتنفيذ محاكاة عن دبلوماسية الدول المشتركة في حوض نهري واحد وكذلك تنفيذ ورش عمل عن الأمن المائي في ظل نظرة المياه. وختاما أتوجه برسالة إلى قادة العالم أجمع، استمعوا إلى شبابكم، شاركوهم أفكارهم وأحلامهم، أعطوهم الفرصة للتعبير عن أنفسهم، حلقوا في سمائهم عاليا، اجعلوهم سباقين لا تابعين، سلحوهم بخبرتكم وبإيمانكم بهم، لا تتركوهم فريسة لمن يقتاد بطموحهم ويستخدمهم أداة لنشر العنف والكراهية، املأوا قلوبهم بالأمل والحرية والدعم الذي لا نهاية له، افتحوا لهم أبواب الثقة واعطوهم مفاتيح القيادة، فلا حاضر بدونهم ولا مستقبل بغيرهم.
انتوا عارفين كمان انه الرئيس عبد الفتاح السيسي بيستغل فرصة تواجد هذه المجموعات الكبيرة من الشباب لممارسة كمان الأنشطة المتعلقة بالرياضة والشباب، فكان طول الوقت حريص على مشاركة الشباب في هذه الأنشطة، اولا نوع من انواع التواصل، ثانيا نوع من انواع الاندماج في الحالة الشبابية وادماج الشباب كمان مع المسؤولين واكبر رأس في الدولة في السلطة التنفيذية، ثالثا اعطاء رسالة للعالم كله انه هذه التظاهره اللي حصلت النهارده الصبح في الماراثون الرياضي اللي قاده الرئيس عبد الفتاح السيسي مع مجموعه كبيره من شباب العالم، على انه الشباب كله حتى مع القياده المصريه على قلب رجل واحد في ممارسه الانشطه الرياضيه وانشطه التنميه وانشطه السلام. هي رساله بكل انواع المحبه ومعاني المحبه بتطلقها مصر من شرم الشيخ للعالم. تعالوا ننظر على هذه الجولة في ماراثون الجري اللي شارك فيه الرئيس عبد الفتاح السيسي. السلام اللي احنا بنعمله ونجدد بيه مواثيق احنا اتكلمنا فيها عن الامل وعن الطموح وعن السلام وعن الاستقرار وعن المحبه. رسالتنا الدائمه اللي احنا بنجدد رسالها من هنا من مدينه السلام في شرم الشيخ اهميه السلام والاستقرار من اجل الانسانيه. أود أن أعرب عن خالص تقديري لفخامة الرئيس الجمهورية. Thank you so much. أنا فعلا النهاردة أنا من الناس اللي مبسوطة جدا وفرحانة جدا أنا واقفة معاك بجد. So thank you so much for this. And شكرا على إعطائي الفرصة لكي أسافر هذه الرحلة الطويلة كي أتي إلى هنا. طبعا قامني بالمجد الأول في ال 200 متر حرة وفي 400 متر حرة. جميل. رسالة اللي انتم محتاجين دايما تحملوها معكم لبلادكم، ارفعوا دائما غاية التوازن والاعتدال والمحبة والسلام بيننا وبين بعضنا. شكرا جزيلا. شكرا جزيلا. وداعا منتدى شباب العالم 2019، ومن الآن نستعد لاستقبال عام 2020، وفي نهاية إن شاء الله سنلتقي في شرم الشيخ كالمعتاد في منتدى شباب العالم في نسخته الرابعة، ونكون أجهز وأكثر تواصلا وأكثر نضجا وأكثر حوارا وأكثر شبابا، مش من حيث الأفكار والروح والطاقات والعمل، وأكثر قدرة كمان على استيعاب وإبداع البحث العلمي والتكنولوجيا. تعالوا نروح لموضوع تاني كانت مصر ايضا بتحتضنه وبتستضيفه على مدار هذه الايام، ولكن مش في شرم الشيخ، ولكن في عاصمة مصر الجديدة، في العاصمة عاصمة المستقبل بالنسبة لمصر، وهي العاصمة الادارية. العاصمة الادارية وهي اجتماعات خبراء اللجنة المتخصصة في السلامة والدفاع والامن الافريقي،
ودي واحدة من اللجان المهمة جدا واللي بيحضرها خبراء ومتخصصين ومسؤولين ورؤساء أركان ووزراء دفاع من كل دول القارة الإفريقية للتباحث حوالين الموضوعات المهمة دي. بتكلم على سلامة وأمن ودفاع اللي هم الركيزة الأساسية لأي تنمية واستقرار واقتصاد أنت عايز تحققه. لأول مرة العاصمة الإدارية بتستضيف هذه الاجتماعات، ابتدت من يومين وستنتهي إن شاء الله يوم الخميس القادم عشان نعرف أبرز الموضوعات والملفات الموجودة على أجندة هذه اللجنة منذ بدايتها وحتى الآن. معي على الهاتف لواء دكتور هشام الحلبي مستشار بأكاديمية ناصر العسكرية. مساء الخير يا هشام بيك. لحضرتك والسادة المشاهدين فهم. أهلا وسهلا بحضرتك. أولا حضرتك تعرفنا أكثر بهذه اللجنة وما تضم من اختصاصات وخبراء ومسؤولين، ثم فيما تنعقد اللجنة وماذا تبحث؟ هي اللجنة دي أحد اللجان الفنية المتخصصة في الاتحاد الأفريقي، هم 14 لجنة، يمكن دي من اللجان المهمة جدا. وزي ما حضرتك فضلت من اسمها واضح جدا أنها لجنة فنية بتختص ببحث كل ما هو من موضوعات خاصة بالدفاع والسلامة والأمن. نعم. وطبعا الـ سواء الدفاع والسلامة والأمن هو المظلة اللي هتتحرك تحتها كل مجالات التعاون الأخرى سواء سياسية أو اقتصادية وخلافة. صحيح. فدي في منتهى الأهمية، ويجب أن يسبق دايما الأمن كمظلة كل المجالات التانية، وإلا المجالات التانية مش هتتحقق. صح صح. الحقيقة اللجنة الفنية مهمة جدا، وتشكيل الحقيقة اللجان دي إنها تسبق اجتماعات رؤساء الأركان ووزراء الدفاع، لأن ده المطبخ اللي بيتم بحث فيه الموضوعات ويتعمل فيه البدائل للتحرك المختلف، سواء مواجهة إرهاب، تعاون خاص بالمعلومات وأجهزة استخبارات، كل ما هو أوجه تعاون لتحقيق الدفاع والسلام والأمن بيبقى مجال بحثي مهم جدا في هذه اللجنة. صحيح. هي لجنة خاصة بالدراسة والبحث الدقيق والتجهيز لأوجه التعاون، وعشان كده هي في منتهى الأهمية. نعم. ودول مجموعة خبراء من الدول الإفريقية وبتستضيفهم مصر. والحقيقة في طبعا موضوعات كتيرة جدا على الساحة، يمكن أهمها موضوع الإرهاب. طيب هو قبل الموضوعات، هو اسمح لي عشان نشرك السادة المشاهدين معنا، هي اللجنة ابتدت يوم 15 بالظبط، اللي حضرتك بتتفضل بشرحه للمشاهدين انه اولا بيجلس مجموعه من الخبراء والمتخصصين والمنظرين كده. يكتبوا بالزبط. اقتراحات وافكار وخطط وتوصيات، ثم نصل في النهايه الى صياغه تعرض على المسؤولين سواء رؤساء الاركان او وزراء الدفاع. بالظبط. هي لجنه من متخصصين طبعا كلهم من القوات المسلحه والاجهزه الامنيه طبعاً المختلفه طبعا، وعلى الساحه الافريقيه هم عارفين كويس جدا سواء الموضوعات المشتركة أو معضلة تخص دولة فيما يخص الدفاع والسلام والأمن، ده من اسم اللجنة. الدراسة المهمة جدا وإيجاد البدائل والحلول وأوجه التعاون ومسارات التحرك هو ده عمل اللجنة. فبتعمل تقرير ويتم التوافق كل دولة تقدر تقدم إيه تعمل إيه وكذا. النقط دي مهمة جدا علشان يتم عرضها على المستوى الأعلى اللي هو رؤساء الأركان ثم وزراء الدفاع، فبالتالي الموضوعات مدروسة ومدروس جدا هذه البدائل الخاصه بالتحرك، ودي بتبقى نقطه كويسه جدا. تعرف حضرتك لما القرارات تاخد وقتها في الدراسه والبحث من متخصصين بتبقى اساس قوي جدا لان القرار لما يطلع من وزراء الدفاع بيطلع الحقيقه يمكن تنفيذه، ودي اللي انا عايز اقوله. صحيح. تنفيذه قابل للتطبيق، ودي النقطه المهمه جدا في اعمال هذه اللجنه. انا اعتقد كمان يا استاذ لواء انه عندما نتحدث عن الامن والدفاع فيما يتعلق تحديدا بالقارة الأفريقية اللي للأسف ما زالت حتى الآن فيها بعض الدول فيها نزاعات مسلحة وفيها عدم استقرار سياسي، بالإضافة إلى بعض الأوكار الإرهابية اللي موجودة في بعض الدول الأفريقية، فيبقى هنا بنتكلم عن أهمية متعظمة لشيء تحتاجه فعلا القارة الأفريقية. ده صحيح حضرتك، محق 100%. وأضيف لنقطة للحق كامل مهم حق تفضلت بيه، أنه لا يمكن تحقيق الأمن بالوكالة. ما بتيجي دولة من بره الإقليم سواء دولة كبيرة دولة صغيرة تتعاون أمنيا وتكافح مع الإرهاب، لكن هي جاية بأجندتها وبمصالحها.
صحيح. وبالتالي النقط دي مهمة جدا، أنا أبحث بإيدي، لا يمكن تحقيق الأمن إلا بأيدي أبناء الدولة وأبناء القارة. صحيح. وعشان أحقق هذا الكلام يبقى البحث بواسطتهم هم، ويطلع القرارات من قلب القارة نفسها دون تدخلات. وكمان لن تستطيع دولة أن تحقق أمنها دون التكامل والتعاون ما بين كل دول القارة. صحيح، لأن الإرهاب عابر للحدود. صحيح. وهو ظاهرة لا يمكن أبدا لدولة مواجهتها منفردة، لأن بتلاقي تحركاته كتيرة جدا عشان مدعوم من بعض الدول وأجهزة المخابرات، فعشان كده هو عابر للحدود وفي أموال وهكذا، يعني احنا يمكن كلنا حاسين بهذا الموضوع. فبالتالي التعاون هو الأساس في مواجهة الإرهاب، وارجع تاني وقول الأمن هو المظلة التي ستحرك تحتها كل المجالات التعاون التانية، سواء سياسي واقتصادي واي اوجه تعاون اخر. يعني الامن هو الاساس اللي بترتكز عليه كل مجالات التنميه. صحيح، هو المظله، ولازم يسبق، لازم يسبق بخطوات. صحيح صحيح، ولازم يسبق خطوات. انا بشكرك شكرا جزيلا لواء هشام الحلبي على هذه المداخله الفنيه المهمه. هسيب حضراتكم مع هذا التقرير عن فعاليات اللجنه واجتماعاتها، ثم نعود ونستكمل اخبارنا في اخر النهار. مصر تستضيف أعمال اللجنة الوزارية المتخصصة للدفاع والأمن والسلامة الإفريقية في المدة من 15 وحتى 19 من ديسمبر 2019. وزراء الدفاع ورؤساء الأركان الأفارقة يجتمعون بالعاصمة الإدارية الجديدة لمناقشة قضايا الأمن والسلم بقارة إفريقيا. استمرت لليوم الثالث على التوالي فعاليات الاجتماعات التحضيرية لخبراء الاجتماع 12 للجنة الفنية المتخصصة للدفاع والسلامة والأمن الإفريقية، وقد انتهت أعمال لجنة الخبراء بصياغة تقرير مفصل تضمن العديد من التوصيات المحددة لعرضها على اجتماع السادة رؤساء الأركان، يعقبها العرض على السادة وزراء الدفاع لإقرارها. وقد أشادت جميع الوفود المشاركة وأعضاء مفوضية السلم والأمن بالاتحاد الإفريقي بحفاوة الاستقبال والتنظيم والتسهيلات غير المسبوقة للاجتماعات التي تعقد للمرة الأولى بجمهورية مصر العربية. وأكد ممثل مفوضية الاتحاد الإفريقي للأمن والسلم في ختام الاجتماعات على أن الدراسة المتأنية والدقيقة لكافة التقارير والملفات التي تم مناقشتها خلال الأيام الثلاثة الماضية ستساهم بشكل كبير في بلورة موقف موحد يعكس مصالح وتطلعات كافة دول الاتحاد وأهداف العمل الإفريقي في مجال السلم والأمن. من جانبه ألقى مساعد وزير الدفاع للعلاقات الخارجية رئيس وفد مصر في اجتماعات الخبراء كلمة وجه خلالها الشكر والتقدير للوفود المشاركة وأعضاء المفوضية على الجهد المبذول والمداخلات الهامة أثناء مناقشة كافة الموضوعات التي نأمل أن تكون بداية لانطلاقة جديدة لتعزيز التعاون والعمل الإفريقي المشترك، بما يعكس حرص مصر الدائم على دعم جهود دول القارة الرامية إلى تحقيق السلام والاستقرار والقضاء على الإرهاب والنزاعات لتوفير الحياة الكريمة لكافة الشعوب الإفريقية. ورجعنا لحضراتكم مرة تانية وفقرتنا المعتادة كل أسبوع في يوم الثلاث، فقرة نحو محو الأمية. النهاردة قبل ما نتكلم عن موضوع فقرتنا، وطبعا نرحب بضيفتنا اللي معانا النهاردة الأستاذة زينة العالمي ملكة جمال الأردن السابقة وسفيرة السلام العالمي. أهلا بيك يا زينة. أهلا، مساء الخير. أهلا، مساء الأنوار. قبل ما أتكلم بصراحة في موضوع الفقرة، أنا عايزة أخش كده معاكم في نقاش صغير بسيط دقيقتين بالظبط. في مثل كلنا أو أغلبنا يعرفه بيقول اللي يعني اللي طبعه راجل أحسن من اللي شكله راجل، متفقين عليه؟ هل النهاردة بنقدر نوافق على نفس المثل لو قلبناه وخليناه اللي شكلها اللي طبعها حلو أحسن من اللي شكلها حلو؟ أخد رأيكم انتوا الاتنين. ماشي، اتفضلي. قولي. طب اقول انا الاول عشان عشان نديكي الفرصه تجاوبي براحتك. لا، ما اعتقدش. مش هنتفق على المثل ده، ما ينفعش نقول ان اللي شكلها اللي طبعها حلو احسن من اللي يعني شكلها حلو. علشان في عنصر مهم في رايي فارق ما بين الراجل والست.
الراجل اللي طبعه راجل مهم جدا وهو ده الاساس، اللي شكله راجل مش مهم قوي الشكل عند الراجل، مش قوي مش قوي، مش ده المعيار لحكم قوي على الراجل انه حلو ولا مش حلو شكله. مين اللي ارسل القاعده راجل دي؟ ولا مش راجل ايه؟ مين اللي ارسل القاعده دي؟ ما هي مش قاعده، هي العرف انه الراجل ما بيهتمش قوي بشكله في مقابل الست. بتقال لك دايما الجنس اللطيف، الجنس الناعم، النص الحلو، احنا بيتقال علينا بعيد عنك الخشن. لكن الست يبقى رائع ان يبقى جواها حلو. بس ما ينفعش برضو يبقى زكريا صاحبي، لازم يبقى حلو. طيب انا بس طرحت السؤال. السلام عليكم. طرحت السؤال وهقول رايي بس في نهايه بقى ايه الفقره. اهلا بيكي زينه، منوره الدنيا حبيبي. كلها. واخد بقى انت يعني نفس تعليقك او نفس رايك على نفس الموضوع، هل انت شايفه ان ممكن نقول ونكتفي ونصدق على المثل ان اللي طبعها حلو اهم، مش هقول احسن، اهم من اللي شكلها حلو؟ بصي، هو الشكل والطبع جزء لا يتجزأ. نعم. يعني ما ينفعش ست شكلها حلو لكن طبعها وحش. دي مش روحها طبعها. وما ينفعش ست طبعها حلو وشكلها يعني هي مش مهتمية بنفسها. تمام. اتنين كلاهما واحد. لازم تهتم بمظهرها وتهتم في مظهرها الداخلي. الله ينور. يعني تكون اتنين. يعني ما فيش حاجه اسمها ست وحشه من الاخر ابدا. كل الستات ايا كان اختلفنا على الشكل الخارجي ليهم ودي اذواق وجمال نسبي، اي ست تعرف كويس قوي تشتغل على شكلها الخارجي، لكن الاهم من شكلها الخارجي هو روحها وطباعها وجمال روحها الداخليه. صح يا كامش؟ ما بلاش انا. يا نهار ابيض، يا نهار ابيض. بلاش انا عشان لا يعني ماشي، اصل هو خد بالك في بعض الاحيان بيتكلموا الناس على فكره انه الست دي مش حلوه قوي، بس يا سلام شوف روحها حلوه ازاي. وكانك بتقري انها مش حلوه. لا، الست لازم تبقى حلوه، وانا متفق مع زينه في الجزء الاولاني انه ما ينفصلوش عن بعض. صح. لازم تبقى الست حلوه. حلوه دي على فكره مش معناها انها ملكه الجمال او تقاطعها ما حصلتش، او شوفي بقى انت الايقونه بالنسبه لك مارلين مونرو او مش عارف مين تبقى هي. لا، بس لما اشوفها ارتاح، وشي كده ينبسط لما اشوف حاجه. ايوه، عارفه اللي هي قال لك تسر نظريك، تصور نظريك، يعني لما نظرك يقع عليها تنبسط. تنبسط طبعا. وبعدين بقى لما تفتح بقها وتتكلم انبسط اكتر طبعا، لانه في ستات وجهه رائعه لكن منطق مفيش. تفتح بقها تحس ان هنا عقل ابيض وطوب بيتحدف بعيد عنك. مظبوط. طيب زينه، نكمل بقى موضوعنا النهارده، فقره نحو نحو الاميه. يمكن احنا الاساس في الكلام النهارده عن اهميه الجمال الخارجي والداخلي، الاثنين ما ينفعش ينفصلوا عن بعض. النهارده كتير قوي من الستات بتبقى يا فرحتي الشعر فظيع والمكياج والضوافر وكل حاجه زي الفل، ومش هقول لك تفتح بقها تكرهها، لا تلاقيها بتنم وبتغتاب وفي سواد وفي مش عارفه ايه فانا ما بشوفش ان الست ديت ممكن تكون مكسب لاي رجل ترتبط بيه. لا، وعلى فكره بس اضيف لك حاجه، هو بيشوفها حلوه اول 10 دقايق أول بس، لما يشوف الصفات الوحشه دي بيبقى يشوفها وحشه، لانه صفات الروح بتطبع على الوش. نعم. يعني انا مثلا طيبه، بتصير تشوفي نفسيا اني انا ملامحي طيبه. انا حد وحش نفسيا تقولي لا دي شيطان. يعني الروح هي اللي بتظهر في الملامح. طب هو السؤال المهم بقى، خلينا نقسمهم اتنين، يعني هنتكلم ازاي المراه تحافظ على جمالها الخارجي وتجمل من نفسها وتفضل طول الوقت تحاول انها تفضل حلوه سواء لنفسها اولا او لجوزها او للمحيط بتاعها والمجتمع، ونتكلم كمان ازاي المراه تشتغل على جمالها الداخلي. نبدا بايه، جوه ولا بره؟ لا، نبدا بره. معانا ملكه جمال يا تامر، يعني بره. اكيد نبدا بره الاول. طيب نبدا ببره. ازاي الست طول الوقت، احنا هنا بنتكلم بقى عن الست العربيه، بما اننا بنتكلم عن مجتمعاتنا العربية مش بس مصر ولا غيرها، كل الستات العربيات، ازاي الست طول الوقت تبقى هدفها انها تبقى جميلة بالقدر اللي تبقى مبسوطة من نفسها وتبص في المراية ترتاح لشكلها، وكمان بالنسبة للمحيطين سواء زملائها في الشغل او اصدقائها، وطبعا بالنسبة لجوزها. هي فعليا هي لازم في البداية تشوف نفسها حلوة، عشان هي نفسها طبعا لازم هي تشوف نفسها حلوة، علشان هي كما ترى نفسك يراك الآخرون. أنا بشوف نفسي حلوة، فطبيعي يوصل إحساس لتامر أني أنا حلوة لأني أنا وصلت الإحساس ده. تمام. أنا بشوف نفسي وحشة مع أني أنا مثلا أكون ملكة جمال، لكن أنا مش شايفة ده،
انت بتصير تشوف انا بوصل لك الاحساس ده ان انا. طب ازاي انت او الست تشوف نفسها حلوه؟ حلوه بص خلينا نكون متفقين على حاجه، مفيش انسان بالحياه وحش، ربنا مدي لكل حاجه لكل حد جمال. جمال في حته معينه. وبنفس الوقت مفيش انسان كامل. صحيح. احنا بشر. صحيح. كلنا خلينا نتفق على حاجه انه احنا عندنا نسبه جمال في كل شخص ونسبه عيوب ديفوهات. احنا هنبتدي فين الذكاء؟ انه احنا نستخدم ادوات علشان نبرز جمالنا وندار عيوبنا. عظيم. صح. اشرح لنا بقى اكتر. تمام. نبتدي اول حاجه بالجسم. لازم الست تهتم بجسمها عشان صحتها كمان، مش عشان شكلها طبعا. بس مظبوط. التخن ده بياخد من جمالها. خلينا نكون متفقين على كده. تروح الجيم، تروح الدكتور، تتبع مثلا حميه غذائيه معينه، بس المهم يكون جسمها متناسق مع طولها وشكلها. بص يعني يمكن انا هقول المهم ان يكون جسمها ما بيعقش صحتها، ما بيأثرش على صحتها ايا كان، لان برضو الاوزان ده هي مساله نسبيه. في حد ما هو ممكن ماشي وزنه زايد عن في نظري، لكن هو عايش بشكل صحي بطريقه صحيه. تمام. بس هو كشكل يعني مش لازم كلنا نبقى عاملين لا كده. لا 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 مش كده، مش كده خالص. انا اقول ان يكون الجسم متناسق. يعني مثلا ما ينفعش حد قصير وناصح كتير، طب ما هو بيضيع يعني ده الكلام ده بياخد من جماله. صحيح. ما بيبرزوش. يعني بتبقي تقولي والله الست دي واو ما اجملها، تقوم تقولي بس يا حرام يعني انه لو خست شويه، لو خست شويه بتبقى احلى بكتير. يعني الا اذا كانت هي متصالحه مع فكره ان جسمها كده عاجبها وصحتها كويسه. تمام. بس وهتنقل نيه. ما هو بصي خدي بالك، انا احيانا بقابل حد ممكن ما يكونش مواصفاته الشكليه بالمقاييس اللي انا بشوفها حلوه، لكن مع الحوار معاه وبيحصل حتى في حالات. لا 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 انت دلوقتي دخلت جوه. انا على الجمال الخارجي. لسه في الخارجي. انا بقول لك برضو اصلا انا مش عاوزه اصدر صوره، سامحوني في الحته دي، ان لازم الستات كلها تخس عشان يبقى شكلها حلو. لا مش تخس هي. احنا دلوقتي اللي انا فاهمه يعني صح، احنا بنتكلم ان ازاي الست تبرز تحاول جمالها طول الوقت تحافظ على جمالها. بالظبط. تبرز انت بتتكلمي على النسب. انها الست تشوف كل واحده بحالتها طبعا وظروفها. نسب طولها مع وزنها توصل مع شكلها للوزن المناسب، تعمل حاجه خلطه كده. بالظبط. بالنسبه لي يعني ده بالنسبه ما تخليش التخن عائق ياثر على جمالها. تمام. صح. اوكي. بعد موضوع متفقين. احنا بنتكلم على الناس اللي حابين هم يكونوا حلوين ومهتمين بنفسهم. تمام. اوكي. معاك. حاجه ثانيه انا حابه اعلق عليها، اللبس، اختيار اللبس. ده حاجه مهمه جدا. تختار الحاجه اللي تليق لك، اللي تبرز جمالك. يعني احنا عندنا الاجسام هي اربعه. اربع تصنيفات. الاي والفي والاو والاتش. ده موضوع طويل جدا. تصنيفات في مقاييس جماليه ولا لا؟ هي اشكال الجسم كده. يعني كل حد له شيب فورمه جسم معينه. ده يعني حوار طويل جدا، بس احنا مش هنتطرق ليه كتير. بس هقول لك مثال. مثلا ما ينفعش انا جسمي في. في يعني مليان من فوق واقل من تحت. الكبير من فوق ومن تحت صغير. اروح البس مثلا جاكيت باف كبير والبس بنطلون عادي، ده بيزيد الديفو عندي. انا ما بقللوش، انا بزيده. فاحنا نعرف نختار اللبس اللي احنا نقلل اللي فيه عيوبنا. العيوب اللي انا فهمته كده يعني ان جسم الفي ده يلم من فوق ويفتح من تحت. بالظبط. علشان يعمل ميزان. صح. يبقى مزبط. شكله متوازن ومتناسق. فدي حاجه مهمه. صح. مثلا الطول. هو انت عندك حق النقطه دي. في ستات كتير ما بياخدوش بالهم من فكره اللبس اللي يناسبه، وتروح مثلا تختار فستان يعجبها وبيكون غالي. الفستان ده هو اكتر حاجه تبوظ ممكن جسمها. مطلعها دي فوق، طلعها حاجه مش حلوه. صح. مع الالم ممكن تختار حاجه بسيطه بس يطلع جمالها كده، تحس ان هي جميله جدا لانه هي مختاره حاجه تليق لها. وجهه نظر. صحيح. وجسمها طالع فيه متناسق وشكلها حلو. 100%. تمام. حاجه ثانيه، نراعي مثلا فكره الطول في اللبس. يعني مثلا انا قصيره، ما ينفعش اروح البس حاجه لغايه هنا، دي هتاثرني. انا البس حاجه طويله عشان تطول. الطويل بيطول. طبعا عشان ما احسش ما يعني ما يبانش عليا القصري للزياده، لانه ده بيأثرني. مثلا في انواع اجسام
عندهم الجزء اللي فوق اكبر اطول من الجزء اللي تحت. نعم. فما ينفعش يروح يلبس لوست ويلبس تيشيرت طويله. هو يلبس هاي ويست ويلبس حاجه قصيره عشان يناسق يعمل توازن. ده فن او علم على فكره طبعاً. ازاي تلبس اللبس اللي انت لازم تدرس نفسك يبرز مميزات شكلك ويداري عيوب شكلك. القاعده انه انا اشوف عيبي فين. طبعا ما انت لازم تدرس نفسك عشان انت تداري عيوبك وطلع تبرز جمالك. صح. تمام. احنا متفقين انه احنا ما فيش حد كامل ولا حد. لا لا مظبوط. لا لا الفكره دي مظبوطه جدا. الفكره انه عندي حاجات ايجابيه ببرزها والسلبيات بحاول اداريها قدر الامكان. بالظبط. ده برضو حاجه مهمه. مثلا فكره قصه الشعر. نختار القصه اللي تلاقي لنا. فكره مثلا الميك اب للصبايا. في ناس كتير الميك اب ما بيديهمش حاجه ايجابيه، بيديهم حاجه سلبيه. مثلا في علم الجمال في العينين البارزه الجحضه دي. ما ينفعش مثلا انا عيني جحضه اروح احط اي شادو فاتح. ده انا بزيد البروز فيهم. ببرز المشكله اكتر اللي عندي. فانا اختار الحاجات اللي تلاقي لي اروح مثلا للسموك. اي شادو اي شادو فاتح بيزود البروز؟ بيبرز. يبرز العين اكتر. بيبرز العين اكتر. بتاع الاي شادو اللي بيبقى مسود ده بيتهيألي ده بيعمل عامل زي الساحر الشرير. مش كله، ما هو حسب كمان قصه العين. بس انا بشوف ان في بنات كده بتقوم دبه الاسود ده. ده برضه غلط. كذا بحس ان يا ساتر يا رب. ده الباندا. تو ماتش. ساحره شريره بشوفها قدامي ساحره شريره. هو بتتكلم مظبوط، كل واحد يشوف يعني اولا كل حاجه ليها طريقه. بس انت خدي بالك موضوع الميك اب ده صعب ليه؟ استخدام. ده عادي. في رايي وانت ممكن يعني تفيدينا معزنا في الحكايه دي انه ثقافة الميك اب نفسها لازم البنات تتعلمها. يعني طبعاً. انت ممكن تبقي بتعملي ميك اب وفاهمه ان ده الحلو. ميك اب امتى وفين ورايحه فين والساعه كام نهار ولا ليل ولايق مع وشي ولا لا؟ ما هو طبعا نفس فكره اللبس. تبرزي الحاجات إيه الحلوه. طب ده يتعلموها ازاي البنات؟ لازم يدرسوا نفسهم. يعني مثلا كل بنت تعرف انا مثلا بس لا يعني معلومه الاي شادو الفاتح او الغامق كذا. انا طبعا مش بنت فمعرفهاش طبيعي، بس انا متاكد ان في بنات كتير بيسمعوكوا دلوقتي مش عارفينها. على فكره ابسط شيء تعرف منين يعملوا ريسيرش على الانترنت. بالظبط. ده ابسط شيء. مش هقول لك لازم النهارده مش تروح يعني تاخد كورس تلبس ايه وتحط مكياج ازاي. اللي عندها فعلا النيه انها تطور من شكلها. لا واليوتيوب مليان فيديوهات عن الميك اب وازاي. واللي عايزه بقى تروح لمستوى اعلى ممكن تروح تاخد كورسات مع خبراء و و، لكن الابجديات موجوده. طيب ده في حاجه تانية في الشكل ممكن تكلمينا عنها ولا برضه بتتكلمي عن الشعر؟ ممكن ممكن احنا نختار قصه شعر تليق لنا. يعني مثلا ما ينفعش واحده طويله مليانه تروح تقص مثلا بويكت بيبقى قصير قوي دي بتضيع جمالها. فاحنا نعرف نختار اللي يليق لنا ويبرز جمالنا مش اللي يضيع جمالنا. الشعر بيطول الوش والشعر القصير بيدور الوش. مظبوط. الشعر القصير ده للوشوم بيبي فيس. اللي يكون مثلا ملامحهم ناعمه وكده. بس لما حد يكون عنده وش ويقص بويكات بيبقى شكله يعني بيضيع جماله. فلازم كل واحده كل الست، وعلى فكره مش للستات وللرجاله، يدرس نفسه يعرف هو عيوبه ايه ويتقبلها ويحاول يداريها. لا الرجاله الحمد لله ما عندهاش عيوب الحمد لله. انتوا ما عندكمش عيوب خالص. مظبوط. طب قبل ما نسيب محمد صغير هنا في موضوع الشعر، هل الشعر سواء بقى بلوند ولا بني ولا كستنائي ولا اسود في قاعده ان ده الحلاوه ولا كل واحد برضو يشوف اللي عليه؟ لا طبعا هي كمان لازم هو يختار اللون اللي يقدر. ايوه في خناقه بيقول لك البلوندات ولا الشقراوات ولا اصحاب الشعر الاسود. لا في ناس بتلاقيها وانا قدامي دلوقتي ابيض واسود اهو بلوندايه وشعر شاي بلبن. ايوه عندك شاي بلبن كده. حتى باللبس انت اختار اللون اللي يليق لك. احيانا لا مش انا بتكلم عن بنت. لا انا بحكي بشكل عام. على فكره هو الاهتمام زي ما الستات بيهتموا بنفسهم لازم الرجاله كمان يهتموا بنفسهم، لان الست ما بتحبش مثلا الراجل مش مهتم بنفسه. على فكره ما انتوا انا عاوزه اوصل للنقطه دهيت. هو زي ما مطلوب من الست ان هو اذا نظر اليها سرته، مطلوب برضو من الراجل ان هو لو نظرت اليه سرها. طبعا يعني الراجل مش ما اقول لك ان هو لازم يروح مش عارفه، بس على الاقل النظافه الشخصيه دهيت جمال واهتمام بالجمال ضروري. ده انه يختار قصه شعر تليق على شكل وشه، ما هو ده برضو جمال انه يلبس طبعاً. الحاجه اللي تليق على جسمه. يعني ما يبقاش مثلا عنده كرش قد كده ولابس تيشيرت مخطط بالعرض. لا ده فن الاثنين. بيزيد
بيزيد ماشي يعني وغير كده هو خليك كمان خليك برضو ايه ما هو انا فير ما هو انا فير وطبعا انا والحلقه النهارده عن الجمال على فكره راجل وست طبعا مش بس انا طبعاً. متفق مليون في المية ان الراجل لازم يبقى محافظ على نفسه بس انا قصدي ان مش ده معيار يعني فكره لا مش متفق قوي انه اذا نظرت اليه سرها لا ما هو اذا تعاملت معه ده بس اساس خلاص احنا خلصنا الراجل ده خلصنا. لازم يكون مهتم بنفسه ما ينفعش هو يسيب نفسه ويطلب من مراته انه هي تهتم بنفسها معلش لانه زي ما هو يحب يشوف الحاجه الحلوه هي كمان تحب تشوف الحاجه الحلوه تشم الريحه الحلوه على فكره كم من بيوت خربت رغم ان الراجل ممكن يبقى ذوق في تعامله وراجل في مواقفه وتصرفاته ولكن عنده بعض التصرفات الشكليه اللي ممكن تخرب بيت النظافه الشخصيه لا الاهتمام بضوافره مثلا نظافتها ولا ريحه الفم أصلاً يعني مش عايز اوافقكم قوي ليه انا بقولش الراجل هيحط مكياج ما هي ده جمال الراجل في شكله ده اللي انا بقوله لك ان انا للاسف في اتجاه جديد كده بقاله فتره مش عارف انتم ممكن تكونوا محبينه بس انا اللي هي فكره ان الراجل بقى بيهتم بشكله زياده عن اللزوم لا انا بتكلم على المعقول بس ما تقوليش مش مهم النهارده الراجل لو ما عندوش الاهتمامات ده هي اصل انت بتتكلمي دلوقتي في النظافه دي لا مش اساس ده مش علاقه بالجمال النظافه ده بني ادم ولا مش بني ادم نظيفه ولا مش نظيفه تامر مش لكن بس انا بتكلم اصل انا بروح اشوف ناس رجاله عند الكوافيرات وماله لا وماله لا 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 لو لا هو لا شعره حلو تسريحته حلو لا الكوافير يسرح شعره ويقص شعره ويعمل اللي هو عاوزه لكن انا بشوف ناس عند الكوافيرات اللي بيعمل لي ماسك ايه لوشه واللي بيعمل لي باديكير وبتاع وقاعد عامل كده هو ده انت عايز برضه انا مش ضد ده طالما ما عندوش هوس ضروري انا مش ضد ده من النظافه انك انت تعمل باديكير ده نظافه لايديك لا يا سي انا ده نظيفه يمكن عريس وفرح وقرب يا اخي يمكن عريس وفرح وقرب وبعدين انت مثلا انت راجل تهتم بجسمك روح اعمل فورمه حلوه مش شرط تعمل فورمه بس انه يكون جسمك متناسق لبسك حلو ريحتك حلوه لا في الحاجات دي انا متفق يعني بس الافوره فيها بصراحه لا الافوره لا الافوره لا من الرجل ولا من الست الافوره في كل الاحوال وفي كل المواقف في كل المواضيع مرفوضه خير الامور الوسط مظبوط طيب في برضو جزئيه مهمه واحنا لسه في نفس الاطار كتير من الناس لان احنا اتفقنا ان الجمال نسبي وان احنا لو من جوانا حاسين بجمالنا الداخلي هنصدر الفكره دي اللي قدامنا وياما بتشوفوا ستات او رجاله ممكن الاول واحده تقول ايه ده ما فيهوش اي حاجه ملفته او ما فيهاش حاجه لكن لان هي عندها ثقه في نفسها او هو عنده ثقه في نفسه والاحساس ده بتلاقي معجبات اللي يمكن الست ده هي معجباتها اكتر بكتير من ملكه جمال او معجبينها يعني فكره مسابقات الجمال في العالم كله احيانا بيبقى فيه انتقادات لبعض النتائج انا شايفه مثلا كسبت اللقب رائعه الجمال او تستاهله وغيري شايف اللي هو ايه ده اختاروها ليه في ناس كتير فاكره ان مقاييس اختيار ملكات الجمال هي مقاييس شكليه فقط انت كملكه جمال سابقه النهارده عاوزاكي تشرحي للناس ازاي بيتم اختيار ملكه الجمال تمام بصي عايزه اقول لك على حاجه احنا لغايه 2019 في العالم كله ما حطوش مواصفات ومقاييس جمال محدده شكليه مظبوط ليه لانه الجمال ده نسبي تمام انا بشوف الجمال انا بشوف الست دي حلوه جدا غيري بشوفها لا عادي هو مواصفات الجمال عنده مختلفه عن مواصفات الجمال عندي ده بياكد نظريتي ولكل مقام مقال ان في مقاييس غير الشكل طبعا في مقاييس طبعا الجمال مش بس بالشكل بيختاروهم اولا تكون جميله في الشكل ويكون جسمها متناسق طولها مع وزنها يكون مؤهلها العلمي عالي مثقفة ثقافتها العامة يعني أنا بفتكر في مسابقة مرة سألوني سؤال مين اللي اخترع التلفزيون؟ مين يا تامر؟ تامر ألو كملي مثلا لازم يكون لا يا ابني على الهواء دلوقتي مش وقت الكلام ده صلبة بثقافة عامة قوية حاجة تانية لازم تكون شخصيتها قوية ومتزنة وتكون سرعة البديهة عندها لبقة عالية نعم. سرعة البديهة انه اول ما تنسأل سؤال تعرف تجاوبه ازاي الاسلوب ازاي بتقعد ازاي تمشي ازاي تطلع نفسها من موقف محرج من غير ما الناس تاخد بالها اللي هو بين قوسين التهذيب بالظبط في شكلها في كلامها في قعدتها في ردودها طبعا في ده كله بيدرسوه يعني مثلا ممكن فعليا تكون واحدة اقل جمال من التانية لكن هي عندها مواصفات أهلتها إنها تكون ملكة جمال نعم. هي ذكية هي عندها هوايات مختلفة
هي لبقة، هي عارفة تطلع نفسها من موقف، هي سريعة بديهة، دي الحاجات مطلوبة. تمام. دي جمال طبعا. فوق الجمال. وحاجة خمسة أحب أعقب عليها، لازم يكون عندها روح العمل الاجتماعي. نعم. يعني أنا مش بفكر بنفسي بس وبفكر بشكلي، أنا هفكر في البيئة المحيطة حواليا، إزاي أساعدهم، إزاي أعمل لهم حاجة يستفيدوا منها. فدي حاجات كتير يعني بيكون في لجنة تقيمها. إيه رأيك يا تامر؟ يعني مقتنع إنه لازم يبقى في مجموعة من العناصر هي اللي بتحدد جمال المرأة، وأنا عشان كده الحقيقة مش عارف بحاول ادور لها طول الوقت على وصف تاني. يعني فكرة انه مسابقات ملكات الجمال في رأيي انها بتظلم الست شوية، لانه هي بس مش بس جمال. لا طبعا، يعني لما يتقال زينة ملكة جمال كذا، او فلانة ملكة جمال المغرب، او فلان ملكة جمال لبنان او كذا، الدماغ طول الوقت بتروح على انها احلى بنت في الحتة. ما هو ده اللي احنا بنقوله دلوقتي. ما انا فاهم، ما انا بقولك عشان كده انا بحاول ادور على وصف تاني تحط المسابقات دي ليها، تبقى فتاة العرب مثلا، او مش عارف الوصف ايه. بص اقول لك على حاجه، انا عاجبني انها ملكه جمال طبعا. بس ما يبقاش الجمال، هو الناس تفهم ان الجمال مش جمال شكل بس. لا طبعا، هي ملكه الجمال الشكلي والاخلاقي والداخلي. انت وانا دلوقتي لحد اللحظه احنا بنتكلم فيها دي، لما بنقعد سواء بنقعد نتفرج مع ناس تانية على حفلات اللي بتحصل، او ميس يونيفرس اللي بتنقل لنا كل سنه من امريكا او من حته في العالم، بتلاقي دايما ايه اول ما يختاروا البنت يقول لك ايه بقى دي احلى واحده في كذا. لا هي مش كده. ما انا بقول لك اللي حاصل ايه، ده بقى اللي احنا بنعمله دلوقتي، ان احنا بنقول للناس لا، هو مش بس شكلها اللي كان سبب في اختيارها، ده ثقافتها ولبقتها وسرعه بديهتها وتهذيبها وتعليمها وحاجات كتيره جدا جدا، ده لازم يتصدر للناس بالظبط. علشان الجمال مش بس جمال الوش. مظبوط. ناس بتقع في غلط كتير كبير، انه بيقيموا الجمال انه لا دي وشها حلو جميله، دي وشها لا مش جميل. الجمال ده في كل حاجه، هو لوحه فنيه. صحيح، ما ينقصش منه حاجه. صح. يعني انا سوري مثلا وشها حلو لكن ما بتعرفش تتكلم، طب ما هي نقصت من جمالها. ما الذكاء ده كتير. جمال الاسلوب، جمال حاجات كتير لازم تكون موجوده، دي بتكمل الجمال. ما ينفعش انا اقول انا جميله بس وشي. طيب. لازم اشتغل على نفسي. صح. هل نطبق نفس المعايير اللي قلناها الشكليه في الاول عشان المراه تبقى مهتمه بجمالها الخارجي على الرجل، ولا في ممكن معايير معينه تكلمينا عنها ان ازاي الراجل يحط معايير لشكله الخارجي يبقى مظبوط؟ لازم يهتم بنفسه في اللبس وفي كل حاجه اللي احنا زي كلمناها. الست. طبعا. يهتم بمظهره، يكون مظهره لائق، بدل ما هيحط ميك اب هيهذب مثلا طبعاً. يعني مثلا راجل مثلا اقول لك على مثال، راجل مثلا ناصح تخين شويه وشه كبير، يروح يعمل دقن مثلا، يحاول انه يداري عيوب نصحته دي. نصحته يعني السمنه مش التخن مش يعني. لا لا اوكي اوكي ايوه صح. مثلا يحاول هو كمان يظبط اموره، ما تنصحش يعني. مثلا يعني انا معاكم ان الرجل يجب ان يكون مظهره جيد ومناسب. طبعا طبعا ده مظهره جيد ومناسب، دي ده الحد الاعلى بقى، مش الادنى بالنسبه لي. لا ده الحد الاعلى، انه يحافظ على مظهره اللي هو زي ما انت قلت، انه يبقى نظيف، وانه يبقى لابس لبس بسيط، مش لازم شيك بس لازم بسيط ومتناسق، يعني بالنهايه يكون لائق شكله حلو. ولو في حاجه تضايق الاخرين يغيرها في شكله طبعا، لكن ما يبقاش يسعى للجمال. هو ده بس لا اللي انا مش جمال، اللي انا هو مش ضده جمال. لانه هو مش عايز الاتجاه هو ده. مش جمال، هو انك انت ازاي تكون حد لائق. ايوه انا كلمه بس لائق دي بس يسعى للجمال زي ما هو لو سعى للجمال الجمال الجمال يعني يروح يعمل بطن مثلا قصه ثانيه كده خالص. لا والله ده في رجاله دلوقتي بجد بيعملوا كده، يقول لك ده في رجاله اقسم بالله مش عايز اقول رجاله يعني بيحطوا ميك اب وبعدين مش معتبرين ده نوع من انواع الشذوذ او التجاوز او كذا. بيقول لك انا بحل نفسي، اصل انا وشي سنه مش عارف فيه ايه وكذا. في ناس بتنزل بميك اب، وفي ناس بتعمل سشوار في شعرها، في ناس بتكوي شعرها اللي هو بينزل بسحلل ده. لا لا حاجه لا عايز اقول لك 13 قلم على وشك. بس على وش مين؟ على وش اللي بيعمل كده. اوكي. حاجه بجد مقززه في رايي. بقول لك انا ما بحبش منظر الراجل اللي قاعد كده ومش عارف ايه وبيلمع كويس ولا لا. بيلمع كويس ولا لا؟
لا بص مين بقى. انت في بقى حاجات انا بقلق الضوافر النظيفه اللي بتلمع دي حاجه محترمه جدا اللي دي بتلمع. حاجه بتلمع من النظافه مش بتلمع من المانيكير لا ما هي بتلمع ازاي بالبفر لا بكل حاجه كلنا فكره ان الراجل يروح يعمل ضوافر لو عنده القدره والوقت والمال ان هو يروح يعمل ضوافر وتنظيف وتهذيب في صالون الضوافر ما عنديش اي مشكله فيها طبعا. انما مش بقول لك على المانيكير يعني أنا في الاخر انا معترض هي حريات ان هو يروح اصلا وليه ضوافرك كده طيب نظيفه ومقصوصه بس مش بتلمع ومحطوط لها البولش لا ما بقولش بتعرف يا تامر بيعملوها كده يعني هي برضه دي بص عارف يا تامر نعم. انت جرب اعملها هتحبها والله لا مش عيب دي حاجه حلوه هي يعني لا مش عيب بس انا استني بس عشان اطول بس البوليتيل معاها وبعدين انت جايب بنطلون ستريتش كده حلو احمر لا حرام ما تقفرش بقى انت كده بتقفر بقى لا إن مش هعمل مانيكير ومانيكير انا حر هو انت مش هتخرج وحودني بنتك مش تعمل انت في كل حاجه لا انت كل حاجه لا لا مش هعمل مانيكير ومانيكير وما راجل ما تعملش مانيكير راجل وعامل مانيكير ومانيكير انت ما تعملش سيب الرجاله هم حرين يا اخي ما عندناش رجاله البرنامج هنا رجاله وهيفضلوا طول عمرنا رجاله المشاهدين اللي عاوز يعمل افندم الكنترول اهو صح ايه انتوا معاه لا رجاله وروحوا عدى عليك ده كنترول سوسن ده كنترول كل رجاله لا طب بصوا بقى هتزعلوا منكم كل راجل محترم مشاهد بيروح عنده وقت وعنده فرصه يعمل ضوافره بتنظيف وتلميع من غير الوان وانا عايز اسال سؤال يعني القصافات اللي في البيت طب والمساج بتروح تعمل مساج ولا لا المساج ما بتروحش سبا ولا في فندق ولا في اجازه تعمل مساج اتفضلي قولي يا اخ تامر لا طبعا مساج ما بروحش يعني كانت ايه اللي يعمل مساج وعمد كده وحد يقعد يعفص فيا ايه الكلام الفاضي ده يا استاذه هبه رجاله عارف عليه رجاله المشاهد يحكم مشاهدينك الرجاله يحكموا أيوة ما عندكش اصحاب رجاله وانت عارف ان هم رجاله جوه وبره وبيعملوا مساج قول مساج عادي ما احبوش يعمل بس انا بقول لك انا ايوه امسالي رايي اتفضل يا استاذ ما بحبوش احنا خدنا المواضيع كده بس عشان المشاهدين بس ما تبقاش ظلط معانا بصي انا عشان اقول قولا واحدا وعشان يبقى رايي واضح وكل واحد طبعا حر يعمل اللي هو عاوزه انا اي حاجه ليها علاقه بالمياصه حاجه ليها علاقه بالدلع حاجة ليها علاقة بالسوسو ما احبش الراجل يعملها. الستات بقى تعيش فيها لان خلقنا لذلك في جمالهم وحسنهم وكده. لكن الراجل ده الرسول حتى بيقول لك اخشوشنوا. اللي بيتكلم طبعا اخشوشنوا مش تنعموا. احنا اللي بنتكلم فيه حاجات هي مش يعني مش حاجات بس للستات، يعني مثلا زي المساج ضروري ده لكل البشر. بعد يوم طويل افلامنا زمان الابيض واسود ما اتفرجتش على الفنان سراج منير وشكوكو في الفيلم بتاع السبع اقلام ما كان منهم قلمين خدهم وهو بيعمل مساج يا تامر ماشي يعني عشان كده خد ايه؟ ايه؟ خد قلم على وشه بص عشان ما اضايقكوش انا متفق معاكوا ان الراجل يبقى ما فيهوش مهتم بنفسه ما فيهوش ما يبصوش ده كنترول ذكوري على فكره ايوه طبعا ما ذكوري فيما يتعلق بان انت تبقي ماشي. راجل في هيئتك ومواقفك وتعاملك والست هي الأنوثة وهي الشياكة وهي الجمال ما تخلطش اللي احنا بنقوله بالأنوثة على فكرة دي نقرة ودي نقرة تانية دي حاجة بص عشان ما نخرجش بره الموضوع خلاص ده هنختلف بعدين بيننا وبين بعض كده في كنترولنا في ماشي. قناتنا في برنامجنا ماشي. عشان بس وقت البرنامج نرجع لزينة تاني طب زينة انت أنشطتك الحياتية أو العملية بعد حصولك على لقب ملكة جمال الأردن وسفيرة السلام العالمي قلتي اهم من الحاجات المهمه لملكه الجمال انها يبقى عندها اهتمام بالعمل المجتمعي طبعا ايه الانشطه الحاليه اللي انت بتمارسيها يعني انا عملت مبادره هنا في مصر تبرع بالدم كانت دي لصالح مصابين القطار الله يرحمهم فالمبادره دي نجحت وعملت مبادرات كتير في الاردن ده على صعيد العمل التطوعي نعم هلا هو المفروض انه وقت السنه اللي انا فيها عملت كتير بس وما زلت اعمل لان حبيت الفكره يعني كل فتره وفتره لازم اشارك كده بعمل تطوعي عمل خيري مبادره يعني انا بحب كده صراحه تمام وهي المراه بصفه عامه قدرتها في رايي على العمل الاجتماعي بتبقى اكتر من الراجل كمان لانها قادره اكتر على التواصل وعندها وقت انها يعني تعمل انشطه اجتماعيه قادره على التواصل ماشي يعني الكوميونيكيشن سكيلز او قدرتها على التواصل ممكن تبقى اعلى من الراجل انا حقيقي مش لكن بقى. عندها وقت ازاي اكتر لا عندها مش وقت عندها اسمها خلق عارفه طولة بال ماشي طولة بال عندها طولة بال وخلق اكتر من الراجل لانه النجاحات اللي بيعملوها الستات في المجال ده بيبقى اكتر من الرجاله دي شهاده انا بشهد بيها يعني فعشان كده انا بنصح كل ست عندها
ذره وقت كده ممكن تخصصه للعمل الاجتماعي هتبقى فايدته كبيره ومهمه. صح؟ شكرا على الاضافه. لا لا انا اضافاتي طول الوقت قيمه جدا. انا عايز منك في الختام يا زينه رساله للمراه العربيه بصفه عامه من واحده بتحاول تقول لها كوني جميله داخليا وخارجيا. رساله كده بص للكاميرا. فين الكاميرا؟ ايه فين الكاميرا دي؟ انا في الوش. انا عايزه اوجه رساله لكل ست انه مفيش ست في الحياه مش حلوه. كل الستات ربنا خلقهم حلوين، بس نهتم بنفسنا، وزي ما قلت في البدايه نشوف ندرس نفسنا، نشوف نقاط الضعف عندنا، عيوبنا، ديفوهاتنا، ونشوف ميزات جمالنا ونحاول نبرزها اكتر. والحياه ان شاء الله هتكون احلى من كده بكتير. صحيح. زينه بشكرك على وجودك معانا النهارده. سعيده جدا، شرفتينا ونورتينا. ميرسي. تحياتنا طبعا لكل اشقائنا وحبايبنا في الاردن. ميرسي. البلد العزيزه، البلد العزيزه الجميله اللي فيها احلى منسف ومسخن كلتهم في حياتي. صحيح صحيح. دي حقيقه. بشكرك يا تامر على حسن يعني زمالتك ليا، او زمال او انك تسمح لي احسن زمالتي ليك، يعني لو تسمح لي اقولها كده. وانت هتوحشينا على مدار اسبوعين ان شاء الله، وارجع تاني باذن الله يا رب بالسلامه لو ربنا كتب لنا عمر. وبشكر مشاهدينا ان شاء الله، يعني هما يعني مش هكون معاكم اسبوعين زي ما قلنا قبل كده. وفي نهايه الحلقه انا عاوز اشكركم واقول لكم يا رب سنه جديده بدري شويه، بس عشان مش هشوفكم قبلها، سنه جديده كلها خير وصحه وسعاده ورضا وامل علينا جميعا يا رب. وانا هقول السلام عليكم بقى لغايه 2020 اسبوعين واشوفكم. هترجعي لنا بالسلامه وهتوحشينا وشرفتينا زينه. وانا اقول لحضراتكم تصبحوا على خير. سيبكم دلوقتي مع تقرير نشاطات وزاره الداخليه، ثم التتر، وبعد التتر مباشرة بعد نهاية البرنامج هنلتقي مع الحوار اللي أجراه السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي مع ممثلي وكالات الأنباء ومراسلي الصحف الدولية ومع شباب الإعلاميين في هامش منتدى شباب شرم الشيخ. حملة مكبرة شنتها الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بالتنسيق مع قطاعي الأمن العام والأمن المركزي ومديرياتي أمن الدقهلية والشرقية والإدارة العامة لتدريب كلاب الأمن والحراسة، استهدفت مجموعة من العناصر الإجرامية الخاطرة التي تتخذ من منطقتي البلمون وعزبة البنة بدائرتي مركزي شرطة السن باللاوين بالدقهلية وديار بنجم بالشرقية وقرا للاتجار بالمواد المخدرة وترويجها على عملائهما بالمحافظتين. وتمكنت وبعد عدة مداهمات لأوكار اختبائهم من ضبط 5 من هذه العناصر بحوزتهم 36 تربة لمخدر الحشيش و10 كيلوغرامات من مخدر البانجو وطبنجة وطلقات نارية وسيارة ومبالغ مالية، واعترفوا بحيازتهم للمواد المخدرة المضبوطة بقصد الاتجار. بهدف تعريف النشء ماهية عمل رجال الشرطة والجهود التي يبذلونها لحفظ أمن واستقرار الوطن وتقديم الخدمات للمواطنين، فإن وزارة الداخلية تحرص على تنظيم زيارات ميدانية لضباطها للمدارس المختلفة، كما أنها تستقبل الطلاب في المواقع الشرطية بخاصة مواقع الحماية المدنية والمرور لارتباطهما بالحياة اليومية للمواطنين. خلال هذه الزيارات المتبادلة يتم شرح قواعد وآداب المرور للطلاب وكيفية الالتزام بها حفاظا على الأرواح والممتلكات، والدور الذي يقوم به رجل المرور في الشارع لتحقيق الانضباط المروري وضبط المخالفين، كما يتم تعريفهم بدور الحماية المدنية وجهودها في إطفاء الحرائق من خلال سرعة التعامل مع البلاغات التي تتعلق بذلك، وكيفية تعامل الطلاب في حالة حدوث الحرائق والخطر، وتحذيرهم من الخطر الناجم عن التعامل مع المواد القابلة للاشتعال، كل ذلك بهدف غرس قيم الولاء والانتماء للوطن لدى هؤلاء النشأ، وتعريفهم بالدور الذي يقوم به رجال الشرطة في كافة مجالات العمل الأمنية.